كانت هناك العديد من الحالات في التاريخ عندما ساعدت الحيوانات الناس وأنقذتهم من موت محقق، لكن أحياناً يحتاج أصدقاؤنا ذوي الفراء إلى المساعدة أيضاً، من إنقاذ الكلاب من فيضان إلى حيوانات مفترسة ضخمة في محنة. سأريكم ما يحدث عندما تطلب الحيوانات المساعدة من الناس. سيكون هناك العديد من الأشياء غير المتوقعة، فلنذهب. جرو، قصة كلب آخر. حدث ذلك في روسيا في قرية ياكوت ناماتسي هذا العام. كان أحد الموظفين يعمل في قاعدة عمال الطرق عندما ركض أحد الكلاب المحلية إليه وبدأ في التصرف بشكل غير عادي. كان يركض وينبح وينادي وراءه. تبع الموظف الكلب وسرعان ما عرف سبب قلقه. قاده الكلب إلى خزان البيتومين وجروه في الأسفل. وقع الجرو الصغير عن طريق الخطأ فيه. الطقس كان حاراً أيضاً. كان عليهم إنقاذ الجرو المسكين بأسرع ما يمكن. اتصل الموظف بعمال مأوى الحيوانات المحليين وخرجوا لإنقاذ الجرو من الخزان. كان الجرو الصغير فيه لفترة طويلة لدرجة أنه أصبح متسخاً تماماً. لحسن الحظ أنقذوا الجرو في الوقت المناسب، وسرعان ما تم غسله. وشكرت الكلبة الأم عمال الإنقاذ من خلال لعق أيديهم. بجع. أحياناً حتى مجرد نزهة يمكن أن تنقذ مخلوقاً آخر. جاء هؤلاء المتنزهون لمساعدة بجعتين كانتا متشابكتين مع بعضهما. سمعوا أصواتهم من بعيد وقرروا التحقق. عندما اقترب أحد الرجال أدرك أن البجعتين قد سئمتا القتال لدرجة أنهما لم تعودا قادرتين على التحرك. عندما رأت البجعتان الرجل اقتربت واحدة منه طالبة المساعدة. كان على الرجل أن يبذل الكثير من الجهد، لكنه في النهاية تمكن من تحريرهما. هكذا أنقذت دقيقتان من الاهتمام البشري حياتين. عندما تكون في الخارج في نزهة يجب أن تستمع إلى الحيوانات كثيرا، فالكثير منها غالبا ما تكون في ورطة وتأمل في الحصول على مساعدة من المارة. تمت مساعدة البجع وتمت مساعدة الحيوانات التالية أيضا. ترقبوا رؤية عملية الإنقاذ لسنجاب وسلحفات كبيرة ونمر ولبؤة يطلبون المساعدة وإنقاذ سمكة قرش خطيرة. هيا لنذهب. سنجاب. تعتبر السناجب من أفضل الحيوانات على الكوكب. أتمنى أن يكون هناك المزيد من السناجب في الغابات والمنتزهات، لكن كما تظهر الإحصائيات فإن الغالبية العظمى من السناجب لا تكمل سنة واحدة. يلعب البشر أيضاً دوراً معيناً في هذا. تظهر هذه اللقطات سنجاباً صغيراً عالقاً في خط صيد تركه بعض الصيادون. لم يتمكن الطفل الصغير من الخروج بمفرده، لذلك استلقى على الأرض وطلب المساعدة من كل عابر سبيل. لحسن الحظ كان هناك رجلان يسيران، كان معهما مقص، لذلك قاموا بقطع خط الصيد بعناية وحرروا السنجاب الصغير من الأسر. كان الصغير سعيدا جدا لدرجة أنه في البداية لم يرغب حتى في السماح للرجلين بالذهاب وبدأ باللعب معهما. سلحفات. تمثل الكمية الضخمة من البلاستيك في المحيط مشكلة كبيرة اليوم. إنه يؤثر على كمية لا تصدق من الحيوانات البحرية. وإذا كنت تعتقد أن هذه مبالغة أو خرافة، فإن هذه اللقطات ستؤكد لك ذلك. تظهر هنا سلحفات بحرية من نوع ريدلي تقطعت بها السبل على ساحل كوستاريكا. بها شوكة بلاستيكية عالقة في أنفها. من الواضح أنه لا توجد طريقة تمكن الحيوان من التخلص من هذا الشيء المزعج بمفرده. لذلك كان عليه طلب المساعدة من الناس. كانت الشوكة تؤذي السلحفات، مما يجعل من الصعب تناول الطعام أو التنفس. لحسن الحظ كانت السلحفات محظوظة، فقد كان فريق من الباحثين عن السلاحف البحرية يتجولون في ملجأ لها في ذلك اليوم مع السياج. بمجرد أن اقترب العلماء من السلحفات ساعدوا الحيوان الفقير. فهد. الفهود قطة خطيرة جدا، غالبا ما تندفع في وجه الناس وتؤذيهم. ولكنهم يحتاجون أحياناً إلى المساعدة ويطلبونها من الناس. تظهر هذه اللقطات فهداً ورأسه عالق في علبة.
على ما يبدو كان المفترس عطشانا جدا، أدى الإهمال إلى وقوع الفهد في فخ، ولم يستطع سحب رأسه من تلقاء نفسه. تجول الفهد أعمى حتى ضل طريقه إلى قرية هندية. لم يكن السكان المحليون خائفين منه وقرروا مساعدته. اتصلوا بالأطباء البيطريين وبدأوا في إزالة العلبة. سرعان ما أدركوا أنه سيكون من الأفضل تخديره، وقاموا بحقنه وحرروه من الفخ، ثم أعادوه إلى موطنه الطبيعي. آملوا أن يكون هذا الفهد على ما يرام، وألا ينسى فعل الناس ولا يندفع عليهم بخلاف نظرائه. لا تطلب الفهود المساعدة من الناس فحسب، بل أيضا القطط الكبيرة الأخرى، بما في ذلك الأسود. القصة التالية حدثت في الهند. في 8 يوليو 2017، كان قروي من ولاية جوجارات الهندية في طريقه لجلب المياه من بئر. في البئر رأى أنثى أسد آسيوية تتعثر على سطح الماء وتقاتل من أجل البقاء. من الواضح أنها كانت تنتظر المساعدة، نظراً لأن ارتفاع البئر 24 متراً لم يكن الحيوان ليتسلق من تلقاء نفسه. كانت الأسود البالغة والعديد من أشبالها في مكان قريب. لم يتمكن القرويون من إخراج اللبؤة، لذلك اتصلوا بفريق من قسم الرفق بالحيوان. تم إنزال أحد المتخصصين في البئر في قفص حديدي. بمجرد وصوله إلى مستوى اللبؤة ألقى حبلاً حولها، مما سمح له بسحب الحيوان إلى السطح. وهناك وضعت اللبؤة في قفص وأرسلت إلى مركز إعادة التأهيل. استغرقت عملية الإنقاذ بأكملها حوالي ساعتين. قرش. أسماك القرش مخلوقات خطرة، ناهيك عن أسماك القرش المصابة. في هذه الحالة يمكن لهذه الكائنات البحرية أن تبدأ في إخراج غضبها من أي جسم متحرك، لكن أحياناً تكون الأشياء مختلفة. قبل بضع سنوات كان جوشوا إكليس، وهو غواص محترف من فلوريدا، يقوم بالغطس قبالة ساحل المحيط الأطلسي. فجأة اقتربت منه سمكة قرش، بدت أنها تسبح بعيداً، لكنها بعد ذلك غيرت رأيها واستدارت وتوجهت نحوه. انتبه جوشوا إلى سلوك القرش، لذلك ألقى نظرة فاحصة عليه، فاتضح أن القرش كان يطلب المساعدة منه، حيث أنه كان هناك خطاف معدني في بطنه. لم يكن هناك من طريقة تمكن السمكة من إخراجها من تلقاء نفسها. بحذر شديد تمكن جوشوا من سحب الخطاف والمساعدة في منع حدوث ضرر للقرش، وتم إنقاذه. حوت العنبر. حدث شيء مماثل لحوت العنبر هذا. بينما كان الغواصون يغطسون، سبح هذا العملاق لهم وبدأ في التصرف بشكل غريب. لقد أظهر أنه كان هناك خطأ ما. سرعان ما أدرك الغواصون أن حوت العنبر كان يطلب المساعدة. اتضح أن لديه خطاف صيد عالق في فمه. بدأ أحد الغواصين في مساعدة الحوت، بينما أخذ الآخر لقطات نادرة. تعتبر حيتان العنبر حيوانات خطرة للغاية. كونهم مصابين فهم عدائيون للغاية، لكن لم يكن هذا هو الحال. كان حوت العنبر هذا هادئا وودودا أثناء العلاج، حتى أنه فتح فمه عمدا لتسهيل عمل الغواص. سرعان ما تم حل المشكلة وحصل حوت العنبر على المساعدة. نسر. في جميع القصص السابقة تمت مساعدة الحيوانات بفترة قصيرة، أي بعد بضع ثوان أو ساعات تم إنقاذهم من المتاعب، لكن القصة الأخيرة مختلفة عن كل هذه القصص السابقة. الشخصية الرئيسية في القصة هي أنثى نسر اسمها جميلة. في عام 2005 وجدت عالمة الطيور الأمريكية جين كانتويل جميلة بمنقار مشوه. لقد تضرر من طلق ناري من صياد. لا يستطيع الطائر أن يأكل أو يشرب، وسيموت ببساطة دون مساعدة. تقرر أخذ جميلة لإعادة التأهيل، وبعد وقت طويل تلقت جميلة المساعدة الكاملة. باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد تم الطباعة منقار جديد خصيصا لها. يمكن لجميلة الآن أن تشرب وتأكل وتنظف ريشها. ومع ذلك قرر الأطباء البيطريون عدم ترك جميلة في البرية، لأنه حتى مع وجود الأطراف الصناعية سيكون من الصعب جدا عليها التعود على الحياة البرية. هذا كل شيء يا رفاق، هل سبق لكم أن ساعدتم حيواناً؟ شاركوا قصصكم في التعليقات. شكراً لكم على المشاهدة، وأراكم لاحقاً.